في ذاكرة الخوف الليلة أحداث تشرين عام 2019، ثورة تشرين اللي اندلعت بعد عمليات القنص والقتل للمتظاهرين، وعقبها حالات ومجازر كانت بالنجف وجسر الزيتون بالناصرية وأحداث ساحة التحرير وعمليات قتل المتظاهرين الممنهج اللي كثير تحدث عنه هناك جهات مخابرات وقناص وجهات مرتبطة أرادت تأجيج الوضع وانهيار الوضع في بغداد والمحافظات. لكن ثورة تشرين العفوية رادت مطالب حقيقية بعد توغل الفساد والموت والقتل عند العراقيين. تصحيح المسار بحكومة الكاظمي صار في ضعف بسبب الاحتجاجات وسبب الفوضى التي قدمت. ما هي كواليس تشرين؟ الشرارة الأولى شلون بدأت؟ خطابات المرجعية، الجهات المتورطة، أجهزة المخابرات، ما يقال بعثية وغيره وحوالات، وأيضا عملية قتل ميثم البطاط في ساحة الوثبة، ولماذا انحرفت تشرين مثل ما صورها البعض عندما كانت تشرين حقيقية ونقية تطالب بمطالب حقة وحقيقية قبل أن تلتف القوى السياسية والجهات الخارجية وتطيح بمشروع تشرين الوطني، ألا وهو نريد وطن. الليلة في ذاكرة الخوف نتحدث عن تشرين عام 2019. عام 19 تشرين، الشرارة شلون انطلقت وكيف تشرين أصبحت ثورة غيرت حسابات كثيرة لولا اختراقها، أو هسه البعض يقول تسييس الثورة لصالح جهات. تفضل. تشرين في ضميرك، في ضمير أي إنسان، أي إنسان ما مستفيد، كل العراقيين مستفيدين، مستفيد طبقة من الزعماء السياسيين وجوههم كالحة مقرفة، أدمت كل قلب عراقي، أدمته من دون استثناء. أربعاء دامي وخميس دامي وجمعة دامية، داعش والقاعدة، كل محنة من محن المجتمع تلقاها هم، شلة من الأغبياء تسللوا إلى الحكم وأداروا البلد بطريقة فوضوية. إحنا دا نخرج 4 مليون عاطل، ذولا فقط جامعيين، وضيف لهم 4 مليون عاطل ما حظوا بفرصة جيدة من التعليم، بالإضافة على أنه إحنا عدنا إلى 2.5 مليون سجين، 2 مليون إلى 3 سجين، شقد بقوا من العراقيين؟ هاي نص العراقيين معذبين. المستفيد يعني من 4 مليون إلى 3 مليون أما قريب من حواشي الحكم أو حرامية وقطع طرق، كل واحد هتلي حشاك شايل سلاحه على كتفه ويأخذ بأرواح الناس، ولا يبتزل مقاول، ولا يقطع على سبيل الشركة، ولا هذا إني كل هاي الحالة اللي خلت الإفقار والأذى على هذه شرائح المجتمع وبالأخص الشباب، ضياع الفرص، فرص لهم الخوالهم لهم الخارجية والأمن الوطني والمخابرات، لهم خالاتهم والعماتهم، وإن الحشد، إن جيش بالفرقة 16 و18، إن الشرطة على شرطة الحدود، ومن تموت مالك دي ذبحوك وتروح، مو مشكلة تقوي المذهب بدمك. مقدمات هاي التشرين حتى يخلوك صورة، الحشد هو أول مقدمة للتشرين. أها طبعا زين، الحشد صارت بحالة، الصور شباب ظلت صورهم على الحيطان، كلهم من ثكلوا دموا لعبة سياسية قذرة وبندقية مأجورة اشتركوا بها الشيعة قبل السنة، وكل من يقول لك بأنه كانت بها فقط السنة يكذب. ارجع إلى تحقيقات محكمة الموصل العسكرية الرابعة، أنا أعرفها وأعرف قضاتها وأعرف التفاصيل اللي حصرت، يد الشيعة فيها أكبر وأكثر. النائبة ماجدة تميمي تقول تمول داعش من البنك المركزي من بيع العملة، هذا مو قالته في مقابلة تلفزيونية، راح إلى داعش وكون داعش بندقية يلعبون بها، راحت ولد الخايبات اللي وقعت بيوتهم بعدين على رؤوسهم، هذول اللي ضرروا اللي خلوا صورته على الشارع، أهل تعبانين بضيم حالهم، تعرف تلاقي جنابك 4 سنين 3 سنين
يلا تكمل معاملته التقاعدية بين ما ودي قانون وفيتو كردي وفيتو سني وما أدري شنو. من الضيم ضاق والمر، أولا هم فارقوا من يعزون. ما كانت ليلة تشرين 2019 مدبرة ومجهزة لهاي المقدمات اللي حكيتها، هي بداية لانطلاق شرارة تشرين. دكتور إذا كنت موجود تعرف الوضع شلون صار. اللي صار في يوم 1/10 ما كان بيه تفاصيل معينة، صار إطلاق نار، العدد كثافة العدد الكبير حالة دون ذلك، العدد الكبير طب إلى المطعم التركي وصعد فوق، ظلت أكو مجموعة بالمطعم التركي وقوات الأمن تقدمت، اللي موجودين هنا صارت عندهم غيرة على اللي بالمطعم التركي حتى يروحون جيبوها، صار قتل والعراقيين ضامنوا ويا حالة القتل وطلعوا عم يعني كانت لها أصداء كبيرة. عملية القتل من تورط بها علي بالبداية؟ عادل عبد المهدي. شو دليلك شنو؟ عادل عبد المهدي أنا متأكد. أكو قرار بيان من عادل عبد المهدي منع الجيش والشرطة باستخدام السلاح. يكذب. ومن قال هناك دخل طرف ثالث للتصفية، يجوز مخابرات؟ دكتور كنت حضرتك جنابك إعلامي. طيب. وأنا بنقعد وياهم كلهم، نعرفهم كلهم. ونعرفهم مش يحجون. اللي قتل المتظاهرين آزاد كردي يصير زوج هالبت العادل عبد المهدي، هو من قتل المتظاهرين. فرقة القناصة بالضبط، كان اللواء الكردي هو من قام بأولى عمليات الاستهداف، وهو كان زوج هالبت العادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي طلب كثير من القضايا من القيادات الأمنية أن تتصدى، وكل الطبقة السياسية تعرف، كلها تعرف، وعادل عبد المهدي سوف لن يفلت من العقاب. جهاز أجهزة مخابرات كانت موجودة بتشرين؟ مخابرات من؟ دول مخابرات مخابراتنا؟ لأن كثير من يقول جهاز المخابرات للكاظمي كان يد الطولة إلى بتحريك أوراق كثيرة بتشرين. والله يعني الكاظمي هو حشاك حلقة ما مسيطر عليه، يقدر يسيطر على تشرين؟ شايفة؟ حلقة ما عنده كونتاكت عليه. هو الكاظمي كان مدعوم لتيار صدري، ما تخفى على واحد، تيار الصدري علقوا صوره وحاولوا يمرروه، احنا لا شايفينه ولا نعرفه، هسه احنا غير ناس جماهير ما نعرف ايش مدرينا، مين شايفين احنا؟ شايفينه باعلام مصطفى الكاظمي؟ شايفينه طالع عنده موقف ما اعرفه، شلون ادافع عنه؟ ثاني هذا المد البشري العملاق الكاظمي كله يعرف الكاظمي وطالع على مود الكاظمي؟ إذا على المخابرات الدولية فأمريكا جابت هالحثالات هاي الخالي صورها هنا حش الشريف، اللي أسوأ ما بهذا المكان هم زين. فقل لي مو جابتهم أمريكا؟ لو كانت مخابرات أمريكية جاية كان هسه قاعدين احنا على عفات أبو سراء وربعة، الله وكيلك. هاي لو كانت مخابرات أجنبية موجودة ظلينا. قامت القيامة بإيران على مود 40 واحد انقتل، قيامة قامت بإيران لأنه أكو دعم دولي. في مصر 150 واحد قامت القيامة عليهم، إحنا 800 لا قامت قيامة ولا مجلس الأمن عقد. أكو سؤال علي عذرا للمقاطعة، قضية 800 شهيد لتشرين وأعداد الجرحى اللي تحدثون بها بآلاف، حكومة عادل عبد المهدي لم تعطينا أرقام عن عدد شهداء تشرين، لا وزارة صحة ولا وزارة الدفاع ولا قيادة عمليات ولا الناطق الرسمي باسم الحكومة. في صفحة الكاظمي أيضا ما شهدنا أرقام، واليومك هذا في عام 23 ماكو إحصائيات عندنا لأرقام عدد الشهداء الحقيقي لتشرين وعدد الجرحى. السؤال هنا، لماذا تم إخفاء عدد الضحايا الحقيقي لتشرين؟ والله أنا سائل عن جد عدد الضحايا. أنا في اعتقادي بأن العدد يعبر ألف، لي قضايا كثيرة وجنابك شفت شدة هذه المظاهرات، والقتل كان يوما مستمر لمدة 3 أشهر. الغاية من التستر على هاي الأرقام؟ ما أعرف، يعني لربما أنه عدهم في ضميرهم موضوع بأنه يقلل قدر ما يقدر، أنه يقلل عدد الوفيات حتى ما ينفضح دوليا. بس هو بعدين المجتمع الدولي ما تفاعل ويا دم العراقيين رخيص، لان سلموه الامريكان 2003. ليش بلاسخارت مو التقيتوا بها وجدتكم بالتيك توك للتحرير؟ وش البلاسخارت؟ اني ممثل الامم المتحده، اني سامحه من فريق الكاظمي واني مسؤول عن هذا كلامي. يسميها الرخيصه، واذا تريد تطلب مقابله يقول لها تطلبها مقابله، شوفوا لها كم دفتر وختولي يا ربي. طبعا هذا فريق الكاظمي اساله،
هذه بلاس خارت. شنو بلاس ليش لعدت لقيتوها بالورود بالتحرير؟ ليش تلقيتوها بالورود بالتحرير اذا هي شلون تلقيتها بهالرخص هذا؟ ما يخالف شلون صعدت توك توك وطيتوها مطالب باليوم اللي استلمت بيه ممثليه العراق نزلت للساحه تمام لو لا؟ انت واحد اممي جايك مسؤول عن ملفك، احنا نريد نخلص. اجت صعدت بالتوك توك يوم عوده، هذا حالنا ترى، راحت سوت لنا، قالت انه انتوا اللي صار بيكم ما صار بكل العالم، ولازم الجنات يتحولون على عقاب. السوت أخذت مالات من الجنات وسكتت حالها، يعني من تشوفها مثلا من ترقص بحفلة مسويتها نوارة نوارة الحلبوسي أو السيدة الأولى ما أدري شريد نسميها الإعلامية الزميلة ترقص بالحفلة، ما أعرف يعني مسؤوليتها، قاعدة تروح تحضر منظمة أموالها ما معروفة منين، تقعد تهز جنين بلاس غارد؟ طيب ولا تشرب ويسكي بأربيل؟ المجازر اللي تصير بحق الشعوب أو فئات من الشعوب وخاصة تشرين كانت أكبر مجزرة سواء جسر الزيتون أو ما حدث بالتحرير وبقية المحافظات، برأيك ليش ما تدولت هاي القضية دوليا؟ لأنه النظام مدعوم. أنا أحكي ويا صحفيين أجانب كثير من الأصدقاء، وكان يعني كنت من المتصدين في تشرين من قياداتها، وأسمعهم يقول النظام يعطي قطعات الجبن للدول هاي، إذا الدول هاي انحرمت من قطعة الجبن المبذولة أمامهم تبدي تتحرك لتنمية النزاعات في هذا البلد. قل لي منو ما مستفيد من العراق؟ طيب دولة إيران ما ختم الفتش الفتش، تؤمر وتحكم وكيف؟ منو بعد؟ أمريكا؟ أمريكا مو تليفوني، يدزون موظف بالسفارة يجي الرئيس الدولة ينفذ ويطيع، ما قصف وما أدري شنو وماذا، كلها كلاوات وكلها أفلام هندية. تغيرت حكومة ب 2019 استقال رئيس وزراء وبعد حادث الزيتون. زين. المرجعية كانت دعمتكم بقوة. رأيك بالمرجعية بهذا الملف؟ المرجعية الدينية يعني كان لها دور إيجابي في 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 تشرين، أرسلت الأكل والشرب، يعني للأمانة أكثر الأكل والشرب اللي وصل للساحات من المرجعية وبتوجيه من السيد السستاني. طيب. تحديداً يعني، وهو طلب السيد السستاني، هو قال أنه أنا طلبت من التجار أن يدعموكم، وطلب قضايا كثيرة منها تنظيم الصف ووحدة الموقف وغيرها، بس النتيجة اللي قالت المرجعية مثل ما حضرتك قلت اللي قالت المرجعية، لأنه يعني ما حتى من إجا هو قال أنا استقاليت من أجل المرجعية مو من أجل الشعب، الشعب أهم من المرجعية. المرجعية الدينية تمثل جسد محترم، لكن الشعب أهم من كل المسميات. إيه بس أنا قصدي شنو اللي صار؟ شعوب. شنو اللي صار بعد استقالة عادل عبد المهدي والبرلمان أعلن أكو انتخابات راح تصير مبكرة وجت حكومة الكاظمي وكثير صارت سيناريوهات، ليش تعطلت بهالطريقة وراحت دماء تشرين؟ زين دكتور قصيد، شو أرد رجعك للمواجهة؟ إيه والله العظيم إيه؟ يعني أنا أتذكر هسه أستحضر على العقل الرعب اللي كنا عايشينه، الخوف الملء القلوب، لما كنا نمشي بشارع شلون نتحذر، ولا نجيكم بالقنوات نجي مخاتل ونذب القميص، وعشنا أيام سودة كنا نتوقع بأن الوضع يتحسن 10-20%. هو لما يخون المؤتمن يخون، احنا لو جاي رئيس وزراء قوي خز المبنى وادم، مو هذا المتيح حلقه مصطفى الكاظمي، وجاينا وقايم باللازم، وهذول التعبانين قلب الطاوله عليهم، ما كان وضع العراق احسن؟ طيب خلوا اجى الكاظمي ما كان الهدف منه انه يغير، كان هدف الكاظمي يبوق، ايش قد يبوق؟ وشون يرضي الفصيل فلان، وشون يرضي الحزب فلان، وهذا حتى لا يخشن خاطره، والصدر الطوح حتى يقبل، حتى ما حد واحد ما يريد واحد يعترض من الصدريين، وكلهم وزعها بطريقه متقنه بحيث سكتت الكل، يسوون عليه استعراضات تعبانه من باب انه مو حكومتهم، فقعدون يسوون مزايدات عليها، كلهم بالاطر العام متفقين ويا الكاظمي اكثر من مكن واعطى الاطار واعطى التيار، ماكو رئيس وزراء اجى انطى التيار والاطار بقد مصطفى الكاظمي، ومكن الحلبوسي ايضا في الانبار. فلو كان أكو شريف جاي
وبقوة هذا الشارع ومقدم له الشارع دعم. أنا شريد منه هسه محمد الشاع السوداني خليه يتصرف في مواقف رجولية، والله أشعل يعني أشعل أصابيعي حتى نخلص حتى جميل. نرتاح. ذكرت لي التيار الصدري، لولا التيار الصدري سائرون ومتظاهري التيار القبعات الزرق ما كان وجود لتشرين هكذا يسوق أنه العمود الفقري زين. الذي مسك تشرين من أطرافها الثلاث تيار، ليش تحشون عليه؟ زين بالبداية أني أهدي كل الصدريين التحية. طيب. ولا تحية لقياداتهم بكل المستويات وكل العناوين. تمام؟ طيب. ناس الفقراء أنا وياهم الضامن وياهم وانجرح عليهم وأنقهر قهرهم. اللي انطلقت شو وقت التظاهرات؟ 11 شو وقت نزل التيار الصدري؟ بعد 25 27/10 تمام؟ 27/10 كان الموعد. ايش قد المسافة؟ هذا كلها مسافة. التيار الصدري لم يكن بعنوان، كانت اكو شباب التيار الصدري طالعين بشكل عفو. من نزل التيار الصدري ايش نزل؟ نزل قبعات. سوت القبعات؟ شالت عصي بالساحة. ما نعرف نتفاهم وياه. أنا مدني استاذ جامعة تعبان على حالي هواية، ما أقدر إنه واحد يشبه كأنه واحد بطالبان شايل صوندة علي ويضربني بيها. ها ما ترهم وياه، لا ويا أدبياتي ولا هو يتفهم بأنه هذا اللي تسويه غلط ولا من تيجي تحاكي يفتهم. تايها صرفوا بطريقة بلطجية، بدأ الصدام إلى أن وصل إلى حتة زين. القصة عن قضية تنظيف بعض الساحات والخيم من قصص عذرا الدعارة وممارسة الرذيلة سموها والحشيشة والكريستال كانت موجودة بالساحات. جنابك تعرف وتعرف المخرجين اللي اشتغلوا مخرجين موجودين هنا نعرفهم، وقنوات إسلامية سووا أفلام ومنتجوها وسووا ونزلوها. تمام؟ يعني الخيام ما بيها القصص؟ يعني شنو كانت بالخيام؟ هي الخيام شنو؟ سؤالي. بس أقول لك الخيام كانت مسدودة مثلا للخيام مفتوح. أنا أرد أفتهم يعني كانت أكو أخطاء؟ أكو أخطاء. أكو واحد ما يعجبك تشوفه؟ دكتور هو مجتمع عراقي، مجتمع العراقي بيلي يشرب وبيلي كبسة وبي الزين وبي مو زين، هذا العراق هذا به. كان السواد الأعظم اللي موجود بتشرين هيجي؟ لا، كل اللي موجود كانت 300 خيمة 400 خيمة ومفتوحة على بعضها، واحد يعرف الثاني. هسه أنت تقبل هنا واحد تشوف عليه خطأ وتقول له مو هذا مو خطأ؟ يعني مو منطقي. بس المكائن اشتغلت على المتحدث باسم الحكومة أعطاني تقرير كامل مفصل بعدد الحوالات اللي تم تحويلها بشهر 11 من 11 إلى 12 طبعاً. والمتحدث هو الناطق الرسمي كان باسم عادل عبد المهدي سيد الفريق عبد الكريم خلف، أعطاني زودني بحوالات وراح أعرضها من خلال اللقاء وياك. 17,000 حوالة على مستوى الدولارات من دول 6 كانت تأتي إلى متظاهرين. زين الآن أنا أطالب القائد العام للقوات المسلحة. إيش قد كم إيش قد؟ 17,000 حوالة يعني تم استلامها من ناشطين مدنيين وتشرينيين. زين يعني 17,000 إنسان أخذ فلوس؟ أي معقول؟ أي حوالات تبدي من 20 ورقة والتصاعد. زين بس أقول لك شو اللي عرفناهم إحنا؟ 3-4 وأويل السوينا بي 3-4 كانوا يستلمون الفلوس؟ أويل السوينا بي منهم ما تقوليها؟ أحكيت فيهم ما لا جريئت أيوة أحكيها وطالع فيديو منهم وقايل منهم الأسماء اللي كانت تتخاض فلوس علني والله العظيم أنهم أصغر من أنه أذكرهم. أها واني ذكرتهم في فيديو وأصلاً ما قدروا يطبون ساحة ولا يقعدون بين اثنين وراحوا الخزي التاريخ ذولا. واحد من عندهم صار مستشار الكاظمي؟ لا ولا واحد. أها ولا واحد. المستشار الكاظمي أخذوا حصتهم الكاظمي، ما محتاجين فلوس منظمات. بس هذا الكلام مبالغ به، كذب كذب. هذا كلام عبد الكريم خلف بعثي، أنت شايف لك بعثي بيحط؟ كان ضابط هو بوزارة الدفاع. بعثي ضابط أمن. احنا ودي قرايه كل من يعرف ضابط لا ضابط امن اشتغل ضابط امن في كل دوراته، هو عقيد ركن ضابط امن عبد الكريم خلف اللي المشتثين البعث الذين احتووه تتباوع عليه جابه شو سواش خلاه كذب كلام كذب. الرقم ماكو طبعا. اني ادعو ان يعطيني نسخه من هذا
اعطيني نسخه منها، انا اقيم دعاوى على ذولا اللي استلموا. كلام يكذب. خلي في بالك يريدون. قال المخابرات كانت موجوده بالجهاز المخابرات وفريق مصطفى الكاظمي كان موجود في تشرين وكان هو اللي يعطي هذه المعلومات. يعني هما جماعه مصطفى الكاظمي هواي دخلوا، بس الناس ما تعرف مصطفى الكاظمي. يعني انا اقول لك تعال خلي رشح مصطفى الكاظمي، انت شو تقول لي؟ انا اقول لك خلي ننتخب فايق الشيخ علي، تقول لي اي والله خش سولف ها. بس اذا اقول لك مصطفى الكاظمي راح تقول لي من هو هذا؟ يحتاج لي اقنعك. احنا سوينا استفتاء في الساحه وكانت انتخابات وفاز فيها فايق الشيخ علي. غير تريدون الحقيقه؟ فايق الشيخ علي وعبد الوهاب السعيدي ثاني، اما كل الذين قبله ما فازوا. تقدر تروح تشوف الاستفتاء وتحب الزكية اياه. كذب. التيار الصدري مصطفى الكاظمي شلون اجى؟ سيد الحكيم اقنع السيد الصدر واللي اقنعهم اثنيناتهم برهم صالح وجابهم مصطفى الكاظمي. مو موظف كيوت كان عند الكاظمي يقدم له اوراق يوقع عليهم، جابه قنع بقادتنا السياسيين الابطال بالخير عليهم او قعدوا على الكرسي. وبعدين من باق قالوا ليش باق؟ وهم كلهم يدرون بيه شلون باق وش وقت باق ومش وقت باق، واخذوا حصه من البوقه. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كان داعم لكم ونزع الستره مالته وطلع بالتظاهرات، ليش تحكون عليه؟ نزع الستره على والله اني من يجيب لي واحد اسم هذا الاسم اردى فشر يعني افشاري البرنامج لا ضميري. يعني محمد الحلبوسي كان محصور يريدوا يقيلوه، جت فرصه يلعب على التوازنات بطريقه شيطانيه. اي بعدين سوى من قالوا له جماعه ظل قعد سكت مثل ما هسه محصور وجاي يحاول بكل الطرق والعناوين انه يروح يتحرك. واحد مزور حسب كلام طلال الزوبعي وصل للانتخابات بالتزوير، كان يحكون جريد ويبيعونه بالسوق، يحكون بجريد صارت عنده قصور ومليارات وتريليونات وماكو ابن سافله بهاي الدوله يقول له تعال انت منين لك؟ ماكو. جاب الدواعش كلهم وشغلهم بمكتبه، كل الدواعش جابهم وشغلهم بمكتبه. يا ربي طبعا في مجلس النواب هادر زيج اخوه دخل على ضريح الحسين وراد يفجره ولزمه محافظ كربلاء اللي هو قائد شرطة الأنبار، إنما قائد شرطة الأنبار ورادي ودخل إلى ضريح الحسين رادي فجره ويفتن الشيعة وتذابح البشرية. أخو الهادر زيج راجع، كم واحد من عائلة هادر زيج دواعش؟ راح تلقاهم من 26 إلى 25 واحد داعش. شنو منصب الآن أخو هادر زيج؟ هادر زيج أخوه طلع من السجن ما حد يعرف شلون، ورغم أنه ضبط بالجرم المشهود طلع من السجن والآن هو بالأنبار ما حد يحاسبه. وقائد القائد الهمام البطل هادر زيج هو وأولاده جاي يلعبون بالعالم لعب والقائد العام نايم زي. أصلا الموضوع ما يخصه، قاموا يخطفون ويلعبون لعب. أنت داعشي وأخوه داعشي ورادي فجر الحسين، ضميرك شنو اللي خلاك تخليه قائد الشرطة حتى يخدم الحلبوسي؟ هل قد تخافون من الحلبوسي؟ هل قد الحلبوسي لاوي شواربكم؟ والله عمي يستاهل الحلبوسي واحد يصفق له على هيك غمان الله بلانا بيهم. مو بعد لواء رايد واحد من قيادات القاعدة واني عندي نسخة من كتاب الاستخبارات، ايش سووه لواء رايد؟ خلوه مدير جهاز مكافحة الأنبار بالأنبار، قاعدة تنظيم قاعدة وعليه معلومات أمنية وثابتة ومصدقة من جهاز الاستخبارات الاتحادي، خلوه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب. وقاموا يلعبون لعب، حولوا المؤسسات الأمنية إلى منظومة استعباد، أنت تحكي يجروك، أنت تعلق يجروك، بنوا قصور زين، زوروا سندات أراضي. بس أنطيك هامة الحلبوسي من تنصب بالدورة الأولى، مو الدورة اللي كان بيها من ألغى مجالس المحافظات وتحاضن هو والنواب وقال هذا انتصار لدماء تشرين إلغاء مجالس المحافظات. بهذه الدورة أول ما صار رئيس برلمان قال هذا البرلمان وهاي الدورة وانتخابي هو بفضل دماء تشرين. سمعت التصريح؟ أي سمعت. شو تريدون بعد؟
شو وفى بالعهد وجاي يقول انه هاي لو مو دماء تشرين ما صير انا رئيس برلمان مره ثانيه. زين من جاب رئيسنا؟ انتوا تشرينين. احنا لو السيد مقتدى الصدر راح زاره يعني كلش يعني ظلت ببالي هاي. يعني على قولتك التغريدات القاسيه لما شباب يراق دمها والسيد الصدر يقول عافيه خوش زلم انتوا، هاي ما انسى اهل الصدر ما حييت. انا ما احب الصدر، هواية ناس ينافقونه. أنا ما أشوف السيد. بس هاي العافية توين وين قرأتها؟ أنا متابع كنت في تغريدات رهبان الليل ونظف الساحة واستمروا بالتنظيف. تغريدات محتفظ بيها ليه هسه؟ إيه إذا أكو مسيئين وأكو ناس. المسيء يروح للقضاء. تحرف تشرين. المسيء يروح لمركز الشرطة. يتفرج عليهم؟ المسيء خي. المسيء لما يكون بمنطقة مو مسؤولية الصدر إصلاح. لا هو رئيس مجلس قضاء ولا هو رئيس جمهورية ولا لي هو رئيس وزراء. والله قلت لي معلومة. هو زعيم ديني المفروض يصلي ونصلي وراه. قلت لي معلومة. لا يقعد يحكم بالقضاء الشرعي، هذا جامعة مو زين خلينا نروح نفلشه، وهذا مو زين خلينا نصحه، مو مسؤوليته. زين قتل ميثم البطاط هم العلاقة بالسيد الصدر؟ خليني كانت قوات أمنية موجودة ومتظاهرين سحلوا للرجال للوثبة وعلقوه تمثيل بجثة. هاي شنو؟ شو تسميه؟ احنا نجي هم قول لي ذولا ملائكة اللي قتلوا ميثم البطاط. هسه خليها سولف جاوبني مو صار انا هواي. احنا اجينا على الحلبوس اللي جابه فقلت لك يعني ليش سيد الصدر يزوره؟ على شنو يزوره؟ ليش الصدر يزوره؟ هسه والاطار هم جديد ذولا يقول الشاعر يقول تلك التي المثل العليا على فمها وعندنا كل امتحان تبصق المثل احكي بالمثل العاليه وبعدين اروح للحلبوس اللي شركاء يقولون عليه فاسد ومزور. أنا مصلح. الإطار هم جدد لأخوي. هي البلوى مين؟ البلوى من الإطار. دهر الله الإطار، ما بقي الدهر. رجعني على ميثم. زين أنا بس أرد أقول لك على انتخاب، مو سؤالك مهم على انتخاب الحلبوسي. انتخاب الحلبوسي اللي صار من اللي انتخبه نائب سروى عبد الواحد راحت على يعني توصيفه اللي على أقول لك يعني احنا قلنا انه اهل جديد علاء رجال على قده فقير الى درجه ما تتصورها. وهو للامانه الرجل كل ما يوقف بشكل عفوي يقول انا كلش ما افتهم بالسياسه. يعني هو يقول هذا مو حكي. طبعا تشيت على علاء ابو امتداد علاء ركابي ابو امتداد. اي جت ثروه قالت له اخي علاء انت بعدكم بالسياسه مو زينين، تعالوا انت ما تحكي ويا حاكم الزاملي. أنا أحترم حاكم الزاملي، أحبه يعني أحترمه لأن عنده مواقف رجل. لو لا إن كان محيد الحلبوسي تحبه؟ إيه مو بس يعني مو بس عنده مواقف رجال يعني عنده رجال. أنا ما أمدح واحد بحياتي مو من جوقة المداحين. بس كان عنده رجال مواقف وشوف حجمه لهذا قال له أقف لك هذا حدك خلاه يدخل من الباب الخلفي. لما خوز زلمة الخري ما يفوت من قدامه. خذ الماء ما يصير اني بالذات اني اشوف روحي باللي يمثلني من اشوف هذا ما اخذ عليهم هواي انهضم منو هذا تمام. هسه صفقه سياسيه خل اختزلها النتيجه سياسيه جاءت بالحلبوسي. شنو جابت اللي ايه؟ جابت الحلب ايه؟ اللي خلت علاء وربعه يصوتون للحلبوسي هي السيده سروى عبد الواحد. قالت لهم انتم انتخبتوا اني ما احكي ويا شاخوان وانتم ما تحكون ويا حاكم الزاملي، تعالوا ننتخب الحلبوسي. ضحكت عليهم مررتها سروة الآن تحكي بالمثل والقيم والمعارضة والآخر. سروة لا معارضة ولا كل شيء، وحسب المعلومات اللي أعرفها بأنه الإطار يبتزها في مشروع المحبة مال أخوها، مشروع عليه فساد وعليه دعاوي وجاي ياخذ مواقف منها سياسية. أنا أبدا ما شفت مبدأ من سروة. أنا سروة رحت الناشطين الكرد حكيت وياهم ودافعت عنهم وقلت لهم توقفون وياهم ويسمعوني هسه كلهم. قلت لهم لازم انتم مسعود وذوله انتم ويا من توقفون اوقفوا يا كأقل الشر. انا رحت بعد ما كانت اكو لعنه عليهم بعد ما ساشوار عبد الواحد صور النائبات بالفندق مالته صورهن هن وصارت كارثه. فقلت لهم اقل السيئين اوقفوا وياهم ودافعت. ردت موقف واحد محترم من السيدة سروى عبد الواحد ماكو. ومن بعد الآن سروى عبد الواحد ستدفع ثمن هذا. وديني على عملية الاغتيال اللي صارت ميثم البطاط. لا التيار العلاقة بيها مجموعة من المتظاهرين
سحله والولد سحل بالشوارع ممثله بجثته وتعلق بالوثبه، هاي اعتبرت جريمه عصر زين، ودمائها برقبه تشرين، هاي انت حاضر بيها حسب علمي مو حاضر بالهاي وانما تفاصيلها تعرفها، انطيني اللي ما عرض للاعلام شنو؟ بيثم ولد صغير روح الان الى محاضر المحكمه، شوف اطلع عليه، روح انا حضرت للمحكمه، ميثم فتح النار على بعض المتظاهرين لمضايقه له والعائله، يعني لانه شارع سادي بعض ال... شوف استاذ حبيبي الوثبه بعيده عن الساحه اذا منتبه اعرف، ومتظاهرين بالوثبه ماكو، اكو مجموعه كانت تهدف على انه تسيطر على البنك المركزي حتى يصير ضغط سياسي، تذكر السيد الصدر اشار لهم يعني قال هذا الطريق، يعني اللي صار انضرب واحد تصوب واحد باطلاق نار من ميثم اطلقته برجله، طلعوا المتظاهرين كلهم حصروه، اللي قام بالقتل اللي قتل ميثم هي القوات الامنيه الرسميه. اوه طبعا قوات الرسميه طبعا اللي طلعوا بالتصوير واقفين على بالدربونه هاي القصيره، اول شيء خنقوه واطلقوا عليه النار وقتلوه وسلموه للمتظاهرين، عندنا التسجيلات كامله انا مسؤول عنها اعطيك اياها. اوكي نزلوه جثه من البيت. نزلوه جثه وانطوه للمتظاهرين قالوا لهم هذا قناص. اول شغله لا يستغرب واحد انه احنا عراقيين الملوك اللي ما يجي رئيس على العراق مثلهم قطعناهم بسكين الشاورما، لزمنا الوسع وعلقنا جثثهم بشوارع، علقناه وقطعناه بسكين الشاورما، ولزمنا الباشا نور السعيد وسحناه بكرادة مريم إلى أن تناثرت أشلاء على طول الطريق، هاي ثقافة العراقيين، ثقافة شوي انتقامية ودم، وهذول الحكام ما حاسبين اليوم مثل هذا، بس اللي ترى سحلكم مو على يد ذول الشباب الطالعين التشرين بعدهم ما فاهمين، سحبكم على ذول اللي يصرخون ويذبحون. ليش صارت قضية كبيرة مال ميثم؟ اي لان كل هاي الطبقة السياسية قالت جانا السرى حنتعلق بنفس الطريقة، والله العظيم ما نسامح احد. قالت السرى جاينا نتعلق، هذا موقف وحش. طيح الله حظ حشاك القوات الأمنية اللي تسمح بمثل هيك تجارب. جميل، هسه قوات أمنية قتلته بس اللي تعلق اللي علقه اللي علقه ممثل بجثة متظاهرين اللي علقه مجموعة معروفة الانتماء وبوسعك أن تروح، وعندهم حتى باجات وانضبطت في المحكمة وعلقوه، هم أصلاً هم يتبعون إلى فصيل، وحويته موجودة ومثبتة في محاضر الدعوة، والفيديوهات كانت كفيلة على أنه من منظر، وحتى لو كان من المتظاهرين أيضاً لازم يتعاقب، هذا فعل وحشي. جميل، أخيراً ويا جنابك واحد من العناوين والأسماء المهمة اللي كانت تظهر بالقنوات الفضائية وتحكي بحرية وبصوت عالي جنابك، الشرقية كانت تطلع بيها كمتظاهر ومهم جدا، وحسب علمي سعد البزاز عرض عليك العمل في الشرقية، لكن أنت الآن تعمل في قناة البغدادية، طبعا كل القنوات زملاء، ليش ما رحت في الشرقية؟ هو ما عرض علي أروح للشرقية، بس أستاذ سعد يعني أبو الطيب أحبه وصديق عزيز يعني أحترمه، بس حتى لو كانت أكو عندي فرصة بالشرقية، الشرقية دعمتني يعني طلعتني بس أكو فرق بين البغدادية والشرقية حقيقة، والله أحكيها في كل ضمير، البغدادية تبكي على الناس، الشرقية تضحك عليهم. أوه طبعا لعد شو تطلعون مع احترامي لأبو ويلزمون سرى المتظاهرين حتى يطلعون بالشرقية ما أقول لك ويسوقون الخطاب. الشرقية ليش تضحك عليهم؟ إيه؟ جابتنا يعني احنا نحكي، انا نحكي سعد البزاز ما مطيني هديه ولا قابل منه هديه ولا كل شيء، صح ولا اعرف، وهو بالحديث محترم ومثقف ويعجبك تحكي وياه. جيت احكي على مصطفى الكاظم، سد علي الصوت، محتفظاني لي هسه الفيديو، سد علي الصوت. فالشرقيه تضحك على الناس لان القاتل اللي تقول عليه قاتل بعد يومين تقول عليه حامي عرض، والرئيس البرلمان اللي يشتري المقعد مالته ب 30 مليون دولار تسميه البطل القومي القائد، هذا ضحك على الناس لو ما ضحك؟ البغدادي ما يسوي هيك، البغداديه بيها ما تبكي، فانا جيت للبغداديه ابكي لان ما اريد اضحك. بجمله وحق الرد مكفول، انت قلت الشرقيه كانت تضحك على الناس باداره سعد البزاز، كانت جزء من تاجيج تشرين والتحرير؟
شلون أججت؟ أنا دا أسأل سؤال. ما يخالف شلون أججت؟ أكو خطاب بتحريض؟ لا لا، هو الشارع متأجج لو هي أججت. لا أكو خطاب، أكو خطاب تحريضي. دكتور. أكو فرق بين أنه أني أصعد للمتظاهرين وبين أنه أدعو إلى حرق وقتل وإلى آخرين. هاي سحولة تحريض. ودعتك دكتور، ودعتك، هذا الحكي هم يريدون يسمعون أنه إحنا طلعنا وإحنا سوينا. لا، القلوب المروة مضيم. كانوا محرضين، كانوا محرضين بعض وسائل الإعلام. حتى لنزل اي حسوا وسائل الإعلام شيء مهم، بس على فكرة احنا ما اعتمدنا على وسائل الإعلام. إذا تذكر جميل، أنا أتذكر احنا اعتمدنا على الميديا. أتذكر وسائل الإعلام ما كنا نعول عليها ونسوي مقاطع قصيرة ونحشد بها. الإعلام صار تحصيل حاصل، سندنا من الخلف. جميل زين، لكنه يعني قدموا لنا فشي. بس أنا غير، أنا أنت شريف، أنت شريف ما تجبرني تقولي تعال احكي هيك سولف، وانت شريف ما تبيد ما تبدل موقفك من انا اثبت على موقفي. انت قلت لي انا ادافع عنك وعن الحقوق، نستمر ندافع عن الحقوق. اجا مصطفى الكاظمي، اظل احكي على مصطفى الكاظمي. اجا محمد الشياع، اظل احكي. مو اذا محمد الشياع ما انطاني عقود، اذا ما انطاني عقود احكي عليه، واذا انطاني عقود احسن واحد بالدنيا. هذا نفاق. هاي تقصد شرقيته؟ مو شرقي، هو قناة. تقصد بهواء قناة. جميل. علي، خلي ينطلق وياك من تشرين. أحداث كثيرة مرت على العراق من 2003 إلى الآن. واحدة من المعادلات المهمة معادلة تشرين. تشرين هل كانت انطلاقة عفوية أم كانت مدبرة؟ وكيف صارت الشرارة الأولى لتشرين وحققت هذه الثورة الكبيرة؟ الاحتجاجات دكتور ما قبل تشرين كان بها لون، كان بها صبغة. العراقيين شهدوا احتجاجات، مرة حزبية، مرة طائفية، مرة مناطقية، مرة نخبوية. يعني العراق شهد عدة احتجاجات قبل تشرين وكان بها صبغة، بها لون. لكن في تشرين، تشرين يعني بالذات لحظة انطلاقتها كانت احتجاجات شعبية عفوية ما بها ذاك اللون. لونها شعبوي، لونها وطني، لونها مطالب بإصلاحات، مطالب بخدمات، هذا كان لونها. طيب دخلنا في 11، كنا نراقب من بعيد، يعني ما دخلنا، يعني كنا نحسب هذه التظاهرة كبقية التظاهرات أو الاحتجاجات السابقة يعني. لكن وجهت هذه الاحتجاجات بقسوة وشراسة عالية، راح ضحيتها شباب كثيرين، استخدم فيها الرصاص الحي. شفنا بعض المشاهد اللي يعني باقية في الذاكرة للقناص، للشباب اللي وقعوا، العلم العراقي تخضب بالدم في مناطق بغداد تحديدا قرب يعني مول النخيل، يعني هذا المكان اللي صح اللي صارت فيه مجزرة. يعني يوم 11 ما شاركت أنا حقيقة. إذا كانت تظاهرة عفوية علي، ليش دخل القناص على الخط بهذا عملية القتل؟ يعني رئيس الوزراء في وقتها وهو أعلى سلطة يعني تنفيذية، اللي هو سيد عادل عبد المهدي. سيد عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي قال هنالك جهات يعني طرف ثالث، طرف ممكن ثالث تكون ما بين الأجهزة الأمنية، ما بين قوات الشغب، تقنص كذا، اعترفوا في تقارير حكومية كثيرة. يعني تخيل رئيس الحكومة يتحدث بهذه اللهجة يعني دون معرفة يعني من هم الطرف الثالث. بقى قضية الطرف الثالث مسيبة وسائبة بدون محاسبة، بدون رصيد، بدون كشف لبعض الجهات اللي شاركت بقتل هؤلاء المتظاهرين. بقينا نراقب في 11، شفنا هذا المشهد، كنا نعتقد أنه 11 حالة حال بقية التظاهرات اللي بيها لون، بيها صبغة حزبية. لكن من تباوع من زاوية واسعة تشوفها مظاهرات عفوية، احتجاجات شعبية خالية من يعني أي لون. لذلك في يوم 23 تحديدا يعني زرت أحد الأصدقاء اللي هو قريب من الملف الأمني، يعني قريب جدا يعني. طيب زرته في بيته،
قلت له شنو رأيك بالاحتجاجات اللي يدعو لها العراقيين يوم 25؟ اللي هي كانت الانطلاقة. الانطلاقة الثانية وهي الانطلاقة الكبرى يعني. قال حسب التقارير الأمنية الواردة أنها تظاهرات عفوية وشعبية ومطالبة بالخدمات وهكذا. فقلت له بالنص، قلت له بيها أجندات، بيها دول داخلة، بيها أحزاب، بيها مخابرات، بيها مخابرات، بيها حزب بعث، بيها لون حزبي. قال أبدا أبدا، يعني إذا أكو فد نسبة بسيطة جدا. فقلت له أنا مشارك يوم 25، هو صديقي طبعا، ما بعد 25 وما بعد احتجاجات تشرين انتزعت هذه الصداقة، انقطع الاتصال، عدم التواصل بينه وبينه، ما أعرف شنو الأسباب. كان مؤثر هو في الجانب الأمني وكذلك يعني، لذلك كان اعتمدت على قوله وسألت، خابرت أكثر من طرف لحد ما تيقنت أنه هذه الاحتجاجات هي احتجاجات يعني شعبية مطالبة بال يعني بأبسط الخدمات. يوم 24 الشباب استعجلوا، إذا تذكر كان من المفترض أن يكونون في ساحة التحرير، ثم صحيح يعني تبدي الاحتجاجات في ساحة التحرير. ليلا ذهبوا باتجاه الخضراء، أيضا تم استخدام يعني العنف والرمي باتجاههم، وصار بها كر وفر إلى أن رجعوا إلى ساحة التحرير، وبلشت يوم 25 الاحتجاجات اللي يعني بدت تتزايد يوم بعد يوم. يوم 25 يعني بدأت تصاعد الاحتجاجات، بدأت تتوافد يعني جماهير، شباب، نساء، رجال، مختلف الفئات الشعب العراقي، بدأ يصاعد وياها ويزايد القنابل المسيلة للدموع، لكن كان استخدامها يعني حقيقة استخدام شرس جدا، استخدام خاطئ، إصابات بالرأس. معظم اللي استشهدوا في احتجاجات تشرين هي كانت بإصابات خاطئة من قبل قوات الشغب اللي كانت ترمي بطريقة يعني نافورية عكس السياقات المتبعة دوليا في إطلاق هذه القنابل يعني. فراح عدة شهداء يعني كثيرين جدا يعني. يوم 26 يعني بدأ الاحتدام يزيد، 26 27 بدأت تنطلق المحافظات، صارت بها أكو يعني جزء من عندها غضب عارم لسقوط شهداء، بدأوا يدخلون المتظاهرين إلى مقرات أحزاب، حتى مقرات الحشد في بعض المحافظات. صح، بدأ صوت السلمية يعني حاول أن يعيد الكفة يعني. مجموعة كبيرة من المتظاهرين كان يعني خطابهم خطاب السلمية، فلذلك كان على سنقول عليهم النخب الواعين أن يصدرون الخطابات، أن يطلعون بالإعلام، أن يحشون بالسلمية، أن يرسون معالم السلمية ضمن الاحتجاجات. هذا تصرف خاطئ لا تنجرون إلى موضوعة المقرات وحرقها، أكو جهات ابقوا بسلميتكم، ابقوا متراصين حتى تحافظون بالنتيجة على يعني هيئتكم ومطالبكم، ولا تسحبكم يعني أي جهة إلى يعني ارتكاب بعض الأخطاء اللي قد تحسب على الاحتجاج وقد يعني تساهم في تحجيم دوره وتقل نظرة الشعب العراقي على دول الشباب اللي طلعوا وكان كل همهم أن يطالبون بهذه الخدمات. طيب نعم. أكو عندك إحصائية وأرقام ومعلومات نعم تريد تتحدث بيها؟ خلينا نبدأ بأولها. يعني أولا في يوم 1/11 أول خطبة من مرجعية النجف، يعني أول جمعة، إحنا بيوم 25 بلشنا يعني طلعت الناس، في يوم 1 أكو كانت دفعة معنوية، هسه ما أريد أقول هو دعم للتظاهرات، لكن خطاب المرجعية خطاب تعرف خطاب أبوي، خطاب وطني، إرشادي، خطاب توعوي. فوجه بعض الإشارات في يوم 1/11، قال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، هاي جملة انذكرت طبعا بالخطبة يعني، قال على المتظاهرين الأحبة المتظاهرين، قال الدماء الزكية،
طبعاً خطبة طويلة. صحيح. لا تحب أقرأها، رح أقرأ لك غير خطبة أنا. لكن هذه إشارات من الخطبة، إدانة التعرض للمتظاهرين وضرورة محاسبة القائمين بذلك. هذا جزء كان من خطاب المرجعية. احترام إدارة إرادة العراقيين. هذه بأول خطبة للمرجعية بعد يوم 25. بدل زخم المعنوي للاحتجاجات يعني يزداد. هنالك مرجعية أبوية كل هدفها وكل همها أنه ترشد الناس وتقدم خطاب معتدل يراعي الاتزان، يحرم الدم العراقي، يوصي أبنائه المتظاهرين بالالتزام بالسلمية، يوجه الخطاب للسلطة في تلك الفترة للحكومة أن تراعي هذه المطالب وأن تنفذها. خلال السبع أيام سويت استطلاع رأي يعني بالساحة، يعني أول سبع أيام طبعا الجو كان دخان مشتعل، رمي، مواجهات، جسر الجمهوري، الخلاني، مطالب، لافتات دخلت على الخط، تظاهرات ما بيها رأس، تظاهرات عفوية، مطالب يمنى، مطالب يسرى، حاولت انه الملم هذه الـ يعني الاستطلاع. كان شنو غايته عليه الاستطلاع؟ اريد اعرف مطالب الناس على الاقل نحدد بوصله، حتى نخرج ببيان. يعني قصدك في ما نخرج ببيان، راح اتحدث عن هذه النقطه. هذه النقطه كلش مهمه. اي متظاهرين يعني ما معنيين بايجاد حلول. صحيح. ابدا. صح، راح نذكرها ونتطرق لها، لكن حتى نعرف انه هاي الناس ليش طلعت. شو تريد هاي الناس؟ باختصار شديد ما نتحدث انه شعار نريد وطن ونريد كذا. اي شخص هسه اذا نطلع انا وياك الى اي مكان تقول له انت كعراقي شو تريد؟ يقول لك انا اريد خدمات، اريد اعيش مرتاح، اريد اعيش واني مطمئن، صحة، تعليم، اريد اروح للمدرسه لابنائي حتى ما ادفع اجور المدارس الاهليه، اريد اروح للمستشفيات اكون بها محترم وعالج علاج يعني يليق بي كانسان عراقي، أريد أروح ألقى زراعة، ألقى صناعة، ألقى جسر، ألقى تبليط، ألقى شارع. صح، هاي أبسط الخدمات. شو طلعت يعني بالبيان؟ الاستطلاع اللي أجريته يعني كان مثلا أولا إسقاط الحكومة مجموعة، هاي أشر عندي هواية، تشكيل حكومة انتقالية مستقلة، تعديل قانون الانتخابات، تشكيل مفوضية مستقلة، إجراء انتخابات مبكرة، تعويض أسر الشهداء والجرحى ومحاسبة المتسببين، إلغاء مجالس المحافظات، تشريع قانون من أين لك هذا، تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، تخفيض امتيازات الرئاسات الثلاث، طبعا هذا بها تعديل بعض فقرات الدستور فيما يخص يعني تغيير نظام الحكم. الانعطافة الكبيرة منا بدت في تشرين عندما طالبوها بالحل. تشرين ما قبل الحل وتشرين ما بعد الحل. اي هاي حسبه. هاي تشرين غير معنيه بايجاد الحلول. ناس محتجين طلعوا بيطالبون بحقوقهم، هم غير معنيين بايجاد الحلول. اذا نضرب مثل هسه في جامعه من جامعاتنا في العراق، مستوى الدراسه منخفض، الطلبه بدوا يشعرون انه مدى يستوعبون المعلومات، الاساتذه غير يعني جيدين في تدريسهم، وبدأوا بتظاهرة ضمن الحرم الجامعي، وإجاهم شخص أنتوا شو تريدون؟ أريد تعليم عالي، أريد تعليم محترم لا أكثر ولا أقل. ما يجي شخص يقولهم أعطونا حلول، مو واجب. بس بهاي جزئية واجب الواجب هاي جزئية واجب الإدارة. آسف أقاطعك. نعم. نعم. ليش تشرين ظلت بلا قيادة؟ نعم. حتى الطرف الآخر اللي هو طرف الحكومة أو طرف الأحزاب يقول لك انت هاي مطالبك إسقاط حكومة، تغيير برلمان، مجلس محافظات، طبعا هي جزء من عدة صار يعني اسقطت حكومة وغيرها. نعم. بس يقول لك أنا أحتاج أشخاص أتحدث معهم. نعم. أنت ماكو حكومة، ماكو دوام، ماكو مدري شنو، وما تسلمني لا مطالب ومدري شنو، أنا شلون أسوي لك إصلاح دكتور؟ يعني هو السؤال هذا، ليش ما تلك التشرين قيادة؟ جميل. أنا من قلت تشرين يعني ما قبل الحل وتشرين ما بعد الحل، أقصد بها أن هم غير معنيين بأن يقدموا هذه الحلول وهذه المطالب إلى الحكومة، غير معنيين. ناس طلعوا
بسبب سوء إدارة موظفين عندهم بالدولة العراقية. أنا كشعب عندي موظفين، رئيس وزراء الجمهورية صحيح، موظفين عند الشعب العراقي يديرون ملف الخدمي والسيادي فيما يخص التوازنات الإقليمية والدولية، ويراعون موضوع الخدمات وبعض المواضيع الاقتصادية. أكثر من هذا ما رايدين احنا، أكثر من هذا هو ما رايد هذا الشعب يعني. أما تطور الحال ما بعد الحل، لا، بدت يعني أكو أنفاس، أكو جهات بدت تدخل في إيجاد والتصدي وكتابة بيانات، وبدت فكرة إنشاء أحزاب، وبدت فكرة إنشاء يعني خيم خاصة، وما أريد أقول خيم خاصة، بس فكرة إنتاج الأحزاب من هاي اللحظة بدت. هاي شلون الاختراق صار علي بتجي؟ هذا مو اختراق، صار ما أريد أقول اختراق. لا، اختراق شلون صار؟ دكتور. يعني جتي أدوات مخابرات، دكتور. أجهزة أمنية، جهات عندها أجندات. دكتور خلينا نكون أكثر. الاحتجاجات قبل تشرين، قبل يعني شهر تشرين، كانت صغيرة. عندما تخلي غلاس وتخلي به نقطة حبر يبين لونه، يبين لون. صح. تشرين بحر وتشرين نهر كبير جدا، ما كانت تتلوث ترى بنقطة الحبر أبدا، كان الماء كر بيها ما تتلوث. صوت الناس الوطنيين كان أعلى. أعلى. صحيح. ما أنفي وجود ناس مزينين، ناس مندسين، ناس عندهم مصالح، موجودين مجتمعنا، موجودين بالسياسة، موجودين بدوائرنا، موجودين يعني هذا مجتمعنا يعني بالنتيجة. بس غيرت من خطاب وشكل ولون تشرين. جميل جميل جميل. هذا الدفع سيجي دفع من الحكومة أنه يابا أنتوا شو تريدون، شنو مطالبكم؟ المطالب كانت واضحة وضوح الشمس. اللي يسأل على هذا السؤال هذا يدور تسويف. الناس طلعت تريد خدمات، تريد واقع جيد. باختصار شديد نطلع عن وياك للكرادة نفتر أنه أنت يا مواطن يا عراقي شنو اللي تريده من هاي السلطة، من هاي الحكومة؟ يقول لك يا أبا أنا أريد أعيش حياة كريمة باختصار. صحيح. ما لدخني في منطقة تغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية ونظام حكم رئاسي وشبه رئاسي وتغيير أعضاء المفوضية وسم قانون، من أين لك هذا؟ هذا التحول شلون صار؟ هذا التحول، تحول بتشرين أنه لو سووا لذني لو ما أرجع. هذا التحول بالتسويف طبعا. أي. بالتسويف من قبل والقتل من قبل الحكومة، وأيضا دخول بعض الشخصيات اللي عندها ميل بإنتاج بعض الأحزاب. دولة أشبه بالأرض أسميهم بالأحزاب اللي كانت ناطقة باسم المكون الشيعي أو السني. أنا ناطق باسم المكون الشيعي كحزب، وأنا ناطق باسم كحزب أقصد واضح. ناطق باسم المكون السني. بالنتيجة دكتور كرهتهم يعني، ناسهم كرهوهم ما قدموا لهم خدمة. نصيحتي لكل هاي الأحزاب اللي بثقت من تشرين واللي كانت الطالب والحد الآن الطالب باسم تشرين، أن تبتعد كثيرا ولا تتحدث باسم تشرين. تشرين مرحلة، شهر، احتجاجات خرجت بي الناس، ما أريد أقول انتهت القصة، لم تنتهي القصة. قصة الاحتجاجات طويلة، ويعني هي بالنتيجة تناط بمدى تقديم خدمات من قبل حكومة. طيب. ناس في صدمة، في صدمة ما بعد تشرين، شافت قتل أكثر من 600 إلى 800 شخص، 25,000 مصاب ما بين عينه ورأسه ورجلية. ناس صافنة مصدومة من هذا الأثر والسلوك الشرس من قبل السلطة في وقتها يعني. لكن تقول لي مستقبلا ما راح ترجع موجة أقوى من تشرين؟ أقول لك لا ترجع. لا، قبل مستقبلا. نعم. ماكو أرقام عندي حقيقية الآن من الحكومة أو من وزارة الصحة أو الجهات المعنية أو الدفاع أو قيادة عمليات أو المؤسسة الرسمية آنذاك، حتى بالتحول من عادل عبد المهدي إلى الكاظمي، هاي الأرقام إلى الآن هي تتداول عند المتظاهرين. نعم. يعني إلى الآن ما عندي أرقام رسمية عن عدد الشهداء لتشرين، عن عدد الجرحى سواء بالأجهزة الأمنية أو التشرين. هذا الملف ليش أخفي؟ موجود يعني، موجود بمؤسسة الشهداء. أكو دائرة مؤسسة الشهداء بها ضحايا العمليات العسكرية الخاطئة، أعتقد هيك فد باب يعني خلوه. أي صح. أي الأخطاء العسكرية،
بمؤسسة الشهداء، أعتقد الأرقام موجودة يعني متواصلين وياهم، قبل فترة تواصلت ويا أصدقاء، موجودة الأرقام يعني موجودة الأرقام فيما يخص الجرحى. أيضا هم راجعوا المؤسسة وبينت الأرقام يعني في وقتها، في وقتها كانت يعني أنا واحد من الناس تنزل إحصائيات أو أشبه بالتقرير اليومي، اليوم استشهدوا 3، اليوم استشهدوا 4، اليوم أصيبوا 5. طبعا أتأكد كوني صحفي صح ما يصير هم أكتب يعني كتابة أزيد أعداد الشهداء أو أنقص، يعني أشهد الله كنت أبحث وأدقق جيدا أنه هذا الشخص استشهد لو مصاب، أروح للمفرزة الطبية. أنا واحد من الناس كنت أكتب إحصائيات يعني موجودة، والأرقام هذه أرقام يعني يعني إذا تتابع الفيديوهات وتشوفها بيوم 11 ويوم 25 ومجزرة الـ الناصرية ومجزرة السنك مجزرة النجف زيتون زيتون، يعني راح تشوف الأعداد بعينك يعني. طيب راح تشوف الأعداد على بعينك. على جريمة تشرين أستاذ علي وزيارة بلاس خارت بالتيك توك إلى ساحة التحرير وزيارات المنظمات الدولية، برأيك أنه تشرين كانت تستحق أن تدول دوليا بسبب المنظرة اللي صارت؟ وليش ما تدولت؟ بلاس خارت ورا 7 أيام اجت لساحة التحرير، افترت بالتيك توك، باوعت، شافت المشهد. وقتها كان اكو قناة يعني اجنبية اجرت لقاءات وكذا، فمن ضمن الاشخاص اللي التقوا بهم التقوا بي. فقالوا انتم يعني سألني هذا السؤال، قال لي تعتقد انه هذه الدول راح تتعاطف مع دول الناس المحتجين او ما تتعاطف فيهم، يعني الملف الدولي راح يكون مع حاضر. كفه مع كفه الاحتجاج الشعبوي ام مع هذه السلطه؟ قلت له مع السلطه، دول ناس ما عندهم اولا راس، دول الاحزاب اكو اتفاقات واكو ملفات وعلاقات مسبقه واكو علاقات، فهذه الدول تراعي مصالحها، ما راح تهتم لشخص بسيط ناشط تكون وياه تفتح وياه باب جديد وتضيع كل مصالحها في سبيل إنقاذ شعب وإنقاذ معاناة ناس وكذا. ما عندهم هذا يعني هذا الإحساس الصادق بالوقوف مع المحتجين. بيوم 11/11/2019 زارت بلاس خارت السيد علي السيستاني الله يحفظه، السيد أوصى ببعض الوصايا وانتشرت، هذا تقريبا وراء يعني 13 يوم 14 يوم. خلنا نقرأ بعض الوصايا. تفضل. ضرورة السيد يقولها ضرورة عدم استخدام العنف لأي سبب كان، نطالب مرة أخرى بمحاسبة المتسببين بهذا العنف، وقف الاعتقالات والخطف فورا، ضرورة العمل على إصلاحات حقيقية بمدة معقولة، ضرورة إجراء قانون موحد. المرجعية تبدي قلقها من جدية القوى السياسية حيال القيام بهذه الإصلاحات، المتظاهرون السلميون لا يعودون إلى بيوتهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة، إن لم تكن السلطة قادرة على تحقيق المطالب فلا بد من سلوك طريق آخر، لا يمكن أن يكون العراق ساحة للتصفيات السياسية ويجب احترام سيادته من الجميع. هذا كان يعني كانت وصايا السيد الله يحفظه إلى جنين. سوت ما سوت شيء جنين، يعني بالنتيجة كان بين فترة وفترة موظف عند الحزام يطلبون من المتظاهرين أكو لقاء ويا جنين بلاس خارت كذا مدري. زاروها كثير من المتظاهرين. أنا واحد من الناس أدس شخص أقول له تروح، مو شرط أنه تقعد وتناقش وكذا، أنا أعرف أنه هي ما راح تقدم، روح اسمع بس، روح اسمع وروح شوف شو دي يطلبون من عندها وشن الحوار اللي دي يصير. طيب اكتشفنا من خلال جنين واحدة من الأشياء. جنين تكتب مطالب، تكتب مطالب وتكتب بيان، ويجي موظف عندها يوزع لبعض المتظاهرين اللي عندها ارتباط وياه، يوزع أمام الحاضرين اللي هم متظاهرين ويتم قراءته ويتم دفعه باتجاه أنه هذا هو مطلب المتظاهرين. لعبة هيك لعبة. أها. ووصلتني هاي المعلومة وبلغت بها الناس المتظاهرين. هاي من الأشياء اللي كنا ندز بيها الأشخاص.
مثلا برهم صالح كان يقول يابا شنو القانون اللي تريدونه انتم كرئيس جمهورية حتى احنا في رئاسة الجمهورية نكتب قانون وندزل مجلس النواب. طبعا كلها كان اغلب الاراء بالساحات قانون الدوائر المتعددة. فقال يريدون ثلاثة يروحون البرهم صالح. راحوا اثنين انا اعرفهم شخصيا يعني. دول الاثنين يعني مصلحتشية مو صادقين. كانوا صدروا نفسهم متظاهرين مدنيين؟ متظاهرين مدنيين، متظاهرين عندهم ارتباطات مع يعني مع جهات تروم الدخول بالعملية السياسية من ضمنهم رائد جوحي. زين. وهذا الشخص يعني أقاربه تخيل يعني. أها. نعم. فقلت لهم إذا تروحون أنتوا أنا أدز شخص. أدز شخص وياكم. وهذا الشخص أنتوا تحملون رسالة. تروحون إلى برهم صالح رئيس الجمهورية تبلغوا رسالة المتظاهرين. ما تحكون من جيوبكم. زين. حكي من الجيب ممنوع. شنو الرسالة؟ قلت لهم الرسالة أنه المتظاهرين شو يريدون من قانون؟ سووا استطلاع، روحوا افتروا بالخيام. راحوا أغلب الآراء رادوا دوائر متعددة وفوز الأعلى صوتا وهاي الأشياء. طيب. القانون السابق. وصلوا إلى برهم صالح، دزيت شخص من طرفي، صديق أثق بي، أثق بوطنيته. طيب. ما قبل يروح، تخيل. توسلت بي، قلت له إذا راحوا ذول الأشخاص راح يتلاعبون يعني بالخطاب ويوصلون رسالة غير رسالة المتظاهرين. شنو اللي صار؟ وصلوا يم باب برهم صالح ارتبكوا جروا صاحبي قالوا له أقول لك احنا باكر عقبها هم نريد نرشح موضوع الدوائر الصغيرة ما يخدمنا. أنا بالدائرة الصغيرة بمنطقتي أعرف لي 3-4-5-10 بس على مستوى بغداد ممكن يعني أجيب أصوات. فنطب البرهم صالح نقول له نريد بغداد دائرة واحدة. جاوبهم جواب وقتها صديقي الله يحفظه قالهم أنا جاي أمشي وجاي وأباوع ورايا شهداء أطد دماءها من أجل مطالب ومن أجل قوانين تريد تغير واقع البلد وأباوع أرواحهم مرايا وحامل رسالتهم مثل ما حامل رسالة الأحياء من عدو. إيه أنتوا تردون تبيعون القضية؟ فأنتوا تريدون هسه تفصلون قانون على مزاجكم مثل ما هاي الأحزاب تحاول أن تدفع بقوانين على مزاجها. إذا دخلتوا إلى برهم صالح وقلتوا خلاف الرسالة اللي جايين بيها من المتظاهرين أنا أفضحكم فضيحة. ارتبكوا وخافوا راحوا بلغوا برهم صالح بهذا الرسالة وانتهى الموضوع. طيب. وصل برهم صالح إلى هذا. في لقاء سابق ويا عبد الكريم خلف اللي نعم. كان ناطق رسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة قال لي عثرت على بيانات وحوالات 17,000 حوالة من 6 دول أغلبها خليجية كانت تتحول لأشخاص متظاهرين وناشطين تغذيهم. هذا الموضوع حقيقي؟ يعني شخصيا دكتور. صح أقول لك أنا متحدث رسمي. يعني يشهد. قال الله. لي هذا الكلام. يشهد الله. أي. أنا اللي شفته أنا الشخص اللي شفته شفت ناس تداين 2,000 دينار حتى تروح وتجي بيه. صحيح. عرفت؟ شفت ناس فقرة ما عدها شفت مثقف وشفت غني شفت الغني يجيب بطانيات يجيب علاج يجيب أكل. أنا ما شفت هذا المشهد. ما أنفي بنفس الوقت ما أنفي أكو أيادة تحركت أكو أيادة بس قل لي شنو تأثيرها مثلا واحدة من الأشياء خطاب راد ينقرب بالتحرير فقلت لهم أنا ومجموعة من الأصدقاء يعني قلت لهم اعطوني إياه قبل ما تقروا خلي أشوفه قرأته الخطاب بحثي الخطاب ب يعني موضوع المساءلة والعدالة كون يلغي فقلت له هذا موضوع المساءلة والعدالة هذا النفس معروف وهذا مو أنتو كاتبينه متأكد أنت كاتب هذا الخطاب؟ جاي مسلفاً فهذا ممنوع ينقري ممنوع أصلاً ممنوع لأن أنت يعني انفضحك على رؤوس الأشياد فهيك تصديات لبعض الأشياء اللي صارت في الاحتجاجات تصير من قبل الناس الوطنيين تصير مثل جهاز هاي القضايا جهاز المخابرات اللي كان يديره الكاظمي اللي هو حصل حصة الأسد وصار رئيس الوزراء أقول لك على شغلة أي للتاريخ للتاريخ أي
تذكر بموضوع كان كل ما يرشحون رئيس وزراء يصعدوا على التحرير يضربوا أكس. أتذكر جميل اللي جاي اللي جاي جميل. في يوم من الأيام راحوا متظاهرين طبعاً إحنا ما ندري، التقوا بالكاظم كان رئيس المخابرات، قعدوا يمه حكوا بالقضايا العامة، صورته رفعت بالساحات ما أعرف هو رأي جوحي أي. فأثناء الحديث قالهم أني أعرف من اللي ضربني أكس، قالوا له من اللي ضربك أكس؟ قالهم علي جواد ضربني أكس. أها قالوا له أوقف علي جواد في يومها من بدت الأكسات صارت ما لها قيمة، يعني كل ما يرشحون واحد يضربوه أكس، يرشحون واحد يضربوه أكس، أصبح الأكس ما له قيمة. فبديت أحكي الناس بصوت عالي، قلت لهم يعني أولا عيب، يعني مو سلوك محتج أنه كل ما رفعوا واحد ضربنا أكس. أكو واحد بعد ما صادر أمره أنه بس أكو هيك أخبار أنه راح يرشحون فلان ضربوا أكس. أكو جهات سياسية يخابرون مجموعة يابا إحنا فلان نضوج من عنده ضربوا أكس. ففد يوم رفعوا صور الكاظم وضربوا أكس، أنا ما قبلت. أنا يعني لا أحبه ولا أكرهه، يعني في وقت ولا ما أعرفه أصلاً ولا أعرفه رئيس جهاز مخابرات مخفي. فقلت لهم هسه تنشال الصور، تنشال من المطعم، تنشال من جسر الجمهورية، تنشال من بعض الخيم اللي يعني أقدر أمون عليهم بحكم أنه أصدقائي، بحكم أنه يثقون بعلي مجاهد وكان يعني اسم ورفعوا رفعوا صور الكاظمي بعد ما ضربوها أكس، رفعوها وشلعوها وانتهى الموضوع. فالولد اللي قاعدين من الكاظم قالوا له علي جواد ترى سوى هاي القضية. قالوا معقولة؟ علي جواد هو اللي شال الصور؟ تخيل أنت رئيس جهاز مخابرات ما يعرف من اللي ضربه أكس، بعدين يصير عليه رئيس وزراء وتجيبه هاي الأحزاب. قالوا له منين وصلتك هاي المعلومة؟ طبعا هو يدعي يقولهم جتني المعلومة من الأمن الوطني. بس أنا أسألك بالله عليك، تخيل مخابرات تأخذ من الأمن الوطني؟ أنا ما أعرف هذا حتشي يعني. زين أسألك بالله، هسه كررت لي أكثر من حادثة مهمة جدا وهي جاية تأرشف للتاريخ. نعم. هذول المتظاهرين مو قالوا نريد وطن وضد الأحزاب أي. والأحزاب شلع ولازم ينشلعون وإلى آخره واجتثاثهم. أدري كل ساعة تقول لي مجموعة متظاهرين ملتقين ويا مسؤول بالحكومة نفسها. نعم. هاي شلون؟ أي دكتور، هاي دواجي دكتور حبيبي. ليش قلت لك أني تشرين ما بعد الحل وتشرين ما قبل الحل أكو فرق كلش كبير. صحيح. تشرين من طلعت الطالب بمطالب عامة، الطالب بخدمات، الطالب بتحسين الواقع التعليمي والصحي والزراعي والصناعي، كانت غير معنية بأن تقدم حلول وتنتج أحزاب وتنتج شخصيات تلتقي بسياسيين. لكن أكو بعدين تدري أنت بعد أكو جهات وأكو أحزاب والساحة مفتوحة. حصل اختراق، واللي يقول يا حصل اختراق التشرين هذا سؤال يعني عفوا أقول غبي. الساحة مفتوحة، الساحة مفتوحة وركبتها البعثية وركبتها المخابرات. لا أي شخص يقدر يخترقها طبعا، أي شخص طبعًا يقدر يخترقها بطريقة كلش بسيطة. كل اللي عليه يجيب خيمة ويقعد يجيب له مجموعة شباب ويطالب بحقوق ويرفع صورة فلان ويرفع صورة الكاظمي ويرفع صورة رائد جوحي ويرفع صورة فائق الشيخ علي ما تعرف، وتطلع لوحات بها استفتاء خلي نستفتي. دولة مو متظاهرين، كنا مشخصيهم يعني حقيقة كنا مشخصيهم ونعرفهم بالداخل. كان الصراع صراعين، صراع المتظاهرين الحقيقيين الوطنيين اللي 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 يطالبون بقوانين واللي يجابهون هذه السلطة برفع الصوت العالي، وأيضا بمواجهة بعض الناس اللي كل همهم أن يحصلون على مكاسب يعني بس أقول دنيوية. وياها أكو طرف واحد، أكو طرف. نعم. بعد التيار الصدري كان عمود فقري لتظاهرات تشرين، ولولا التيار لما استمر التشرين داعم حقيقة، كان داعم للتاريخ، كان داعم تيار الصدري، بس أنا داخل وياهم يعتبروني عدوهم التيار الصدري ما أعرف يعني. التيار الصدري كان داعم في لحظة خطأ بسيط، خلي أقول لك شنو الخطأ. كان الصديق في وقتها الصديق طبعا بعدين صار عدو، حسن الكعبي شاب يمثل
يعني الجناح الشبابي للتيار الصدري في ساحة التحرير، بتربطنا به علاقة طيبة، يعني أصدقاء في ساحة التحرير، صوتنا إحنا هم معتدل، ما عدنا خصام ولا عدنا عداء مع التيار ولا عدنا كذا. وكان نائب أول لمجلس النواب؟ لا 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 لا، مو حسن الكعبي النائب، ولد شاب اسمه حسن الكعبي، ها حسن بتيار، ايه غير حسن ايه يعني الأول. ما أخذ على عافقة ملف طيب. الـ 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 الشباب الحرق طيب. التيار الموجود بساحة التحرير يعني كانوا داعمين ومساندين لآخر لحظة لحين تنصيب محمد توفيق علاوي. زين، ورا محمد توفيق علاوي بدت توادي. اها ايه ليش؟ في يوم رفضه من قبل جابوا محمد توفيق، في يوم رفضه من قبل المتظاهرين كانوا يعني يعني داعمين لترشيحه، وكانوا هم يريدوا وجهه نظرهم انه احنا لازم نرشح رئيس وزراء، هذه وجهه نظرهم يعني. المتظاهرين رفضوا محمد توفيق علاوي، بدت المشاحنات، بدت التواثي تنزل، بدت القبعات الزرق تنتشر وبيدها هروات، ومنها بدا الاصدام. لكن قبلها بليله، قبلها بليلة واقف ويا حسن الكعبي، هذا الصديق، هذا الصديق القديم اللي بعدين هسه يكتب عليه بالفيسبوك ما اعرف ليش. أي. قال لي باشر احنا نسوي حل، قال قضية بعد انتهت، اكو مندسين واكو كذا. قلت له بس على كيفك، خاف يعني، يعني ارد اقول له خاف تخربوها، خليكم بسياق الداعم، بسياق المتزن، بسياق اللي تحافظون على أخوتكم، على الأقل يعني لا تحقق، لا تخلون هذه الفجوة بينكم وبين المتظاهرين ويصير اصطدام. قال لا باكر أكو حل يعني. طيب. شنو الحل؟ ما حج الحل. ثاني يوم طلع التواثي، الحل ثاني يوم من صرخوا المتظاهرين أنه محمد توفيق علاوي مرفوض، حق هو مشروع يعني سوى، لأن أكو كانت مواصفات كتبناها برئيس الوزراء القادم، أي كتبناها واتفقنا عليها، ما تحققت بشخصية السيد علاوي يعني في وقتها يعني، فقالوا مرفوض. صارت مشاحنات، مشاحنات ونزلوا بالهروات والتواثي وكذا. إيه بس برروها التيار. أتخيل للأمانة، للأمانة هم أذكر فتشي، لا لا هذا مهم حتى ما يقطع. يقول لك الخيم لا حد ما يقطع، لا خليك في حتى لا بس لحظة دكتور. إيه تفضل. لا تفضل. أنا مو بس يعني أذكر هذه السلبية على الأخوة اللي بالتيار، كانوا أكو ناس حاولت أنه تصعد من قضية الاحتدام مع التيار في وقتها. يعني أنا أعرف شخص كان عنده يعني مجموعة زين من الطلبة، قال أنا واحد من الناس هم ساهمت بأن تكون يعني مشاحنة بيننا وبين التيار. قلت له شنو الغاية؟ أكو هدف يعني، أكو غاية، أكو فائدة يعني. أخوة المفروض بيناتكم. هسه غض النظر عن أخوة وما أخوة، إحنا كنا عراقيين وجايين بدنا نطالب بحقوق، فأكو طرف ثاني استغل هاي القضية، هنا تصرف بعنف، هنا استفاد من هذا العنف هم حركة وازدادت التواثي وازداد الاحتدام بيناتهم. فأكو مشكلة يعني، مشكلة بالتعامل مع هذا الملف. بس التيار عبروا عنها يقول لك الخيم صارت بلا ملح، ممارسة عذر من الرذيلة والدعارة والكبسلة والمدري شنو، فضروري تنظيف الخيم من ذولا. نعم. كانت هاي التصريح اللي ساد أيام التواثي. جميل جميل جميل. أولاً إحنا في منطقة يعني، منطقة يعني أقصد المنطقة الجغرافية، منطقة يعني كانت غير موفقة، منطقة بها محلات الخمور، منطقة تعبانة ما أريد أذكرها يعني، وأنت جنابك تعرفها والأهل بغداد يعرفوها. صح. يعني أصبحت المدة طويلة، فأصبحت ملاذ هذه الخيم والساحات وكذا، ملاذ لبعض الناس المنحرفين حقيقة يعني أقولها. لكن هذا ما يعني أنه المتظاهرين مطالبهم غير مشروعة وغير محقين، هذه التصرفات الفردية، التصرفات اللي مجموعة من المتظاهرين لا تمثل الطيف العام للاحتجاج بشكل عام يعني، أنا ما أنكرها، لكن بالنتيجة هي ما تمثل المتظاهرين. حادثة قتل ميثم البطاط
نعم. الولد الشاب اللي جابوه من جابوه سحل وبعدين للوثبة وتم التمثيل بجثته. كانت حادثة مفتعلة لأن تكون هي الحادثة اللي تقسم ظهر تشرين إنه هاي صورتها الحقيقية عمليات القتل. نعم. وغيرها لو فعلا التشرينيين هم الذين أوغلوا بالقتل. وذكرتنا بأحداث سحل جثث الملكية صحيح. حتى الثورة الفرنسية بالعقل الجمعي الجمهور يكون جامح مطلق بالتصرف بالحركة بالارتجال بالعبثية. صار صوت انه هذا قتل متظاهرين كذا ما ادري شنو طبوله ركضوا وراء. اكو ناس كانت شايلة سلاح لزمه طبعا هم وتعرف المن تابعين يعني لفصيل يعني خير يعني تابعين لجهة معينة اللي قتلوا هذا الشاب يعني بس التمثيل بالجثة كان يعني أنا واحد من الناس خابرت قلت لهم شنو هذا الحدث بالخمسة الصبح قالوا هذا قتل متظاهرين وكذا متأكدين شنو قتل متظاهرين طفل فجهة لعبت هاي اللعبة راح تقول لي هاي الناس الواقفة والتمثيل والسحل أما فيكم والتعليق أما فيكم عاقل ورشيد أي والله أقول لك هو هذا العقل الجمعي هذا هاي الفوضوية بالنتيجة شنو اللي صار ما بعد هذا الحادثة أولا تم استنكارها استنكار يعني بمبالغة افترينا بالساحة كلها شجبنا هذا الحدث صعدنا على المنصة في المطعم التركي ألقينا بيان أتذكر لحظة إلقاء البيان صعدنا شخص هسة تصعدون تلقون بيان اليوم خميس باكر جمعة المرجعية إذا ما شافت من عندكم فالتصرف يعني يليق بيكم ما راح توقف وياكم ولا راح استاندكم كتبنا البيان بلحظات كتبناه وصعدنا شخص يلقي مجموعة شباب صغار فمن دي يسمعون البيان بشجب لهذه الحالة قال لا تكسرون بينا عطنا بيهم عيطة وقتها كل هالناس احترموا نفسكم هذا ذولا قتلة ذولا مجرمين ذولا مثلوا بشاب ذولا كذا ففي وقتها يعني صار الرفض لهذه الحركة رفض عالي جدا يعني من يقبل بها من يقبل بتمثيل هذه هذا الشخص يعني طيب أنا علي الوقت داهمني كلش بس نعم. استعجل وياك بالحوار خطاب المرجعية الأخير اللي على أثره تنحى عادل عبد المهدي كانت هي واحدة من مطالبكم أنه الحكومة تتغير وقانون الانتخابات يتغير وطلب موعد إلى قانون انتخابي مبكر جديد يتغير نعم. الأمور كلها صارت من صالح تشرين لحظة الاتيان بالكاظمي هل هي كانت اللحظات الأولى لتذويب البعض سماها انباعت قضية تشرين وتذوبت بعد تنصيب أو تسنم الكاظمي رئاسة الوزراء نعم. للتاريخ للتاريخ الأحزاب هي من جاءت بالكاظمي باعتبار حلقة ضعيفة أولا حلقة ما بيها صبغة حزبية تابعة لجهة معينة كانت يعني صبغة طائفية سني شيعي علماني إسلامي ليبرالي فجابوا متوازن على قد اليد تصرفهم وشفنا الصورة المشهورة حين تنصيبه يعني المتظاهرين ما رادوا الكاظمي ولا هم اللي طالبوا به بل رفضوه يعني هاي للتاريخ يعني والصورة موجودة يعني الصورة موجودة أتمنى لحظة تنصيب الكاظمي تعرض معايا وأثناء حديثي الآن خلوها شباب مجزرة الناصرية مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته يعني أقيل الحكومة المرجعية أن مجلس النواب مدعو إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضيا للشعب يعني شرعوا حزمة قوانين للانتخابات المرجعية إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب يعني حل مجلس النواب بعد 50 يوم استقالت حكومة عادل عبد المهدي استقال خلينا نشوف النتائج اللي صارت يعني تقرأ لي أنا بسرعة النتائج تقريبا يعني بعد هاي الفترة استقالت الحكومة قانون المفوضية صار أعضاء المفوضية تغيروا قانون الانتخابات تم المصادقة عليه إعادة آلاف من المفصولين إلى وزارة الدفاع
وهيئة الحشد وجهاز مكافحة الإرهاب، تحويل الآلاف من المحاضرين المجانين إلى عقود، تعيين المئات من حملة الشهادات العليا اللي يعني كان هو شرارة الانطلاقة، إقرار قانون إلغاء امتيازات الرئاسات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة، زيادة رواتب المتقاعدين شمول الآلاف من الشباب بمنحة العاطلين عن العمل، إلغاء مجالس البلدية والأقضية والنواحي اللي هسه راح يرجعوها، تجميد مجالس المحافظات والتهيئة لإلغائها دستوريا وهسه راح يرجعوها. كل هذه النتاجات كانت أردحش على الرسالة الأخيرة بعد 98 يوم. 98 يوم تعب، شهداء، جرحى، جهد. فقررنا أنه نجتمع كل الساحة ونكتب رسالة أخيرة. قلت لهم اسمها الرسالة الأخيرة. طيب قالوا لي ليش الرسالة الأخيرة؟ قلت لهم حتى وراها بعد يعني يكون أكو تصرف آخر، يعني أكو تغيير بآليات الاحتجاج. يعني المفروض الرسالة كانت تتلخص بنقطتين. النقطة الأولى، يكلف رئيس وزراء وفق المواصفات السبعة اللي إحنا كتبناها. أكو مواصفات سبعة كون تنطبق على رئيس الوزراء، ويتعهد رئيس الوزراء بالمهام العشرة. أكو مهام عشرة هم كتبناها باتفاق المتظاهرين. عندكم اختلاف على هاي القضية؟ قالوا أبدا ما عندنا اختلاف. سويت جبنا تواقع كل الخيام ووافقوا. جوني بالليل زاروني كنا نقعد أكو غرفة كبيرة بنقابة الفنانين مطلع على النهر نقعد بيها اجتماع. فعدهم بعض التفصيلات دي يتأكدون خايفين. قلت لهم هذا البيان موافقين بي؟ قال هاي موافقين. حددنا ساعة انطلاقة ساعة الصفر انه يذاع وينشر من قبل اكو جروب بالمتظاهرين ساعة 11 بالليل. بالليل طيب ساعة 11 بالليل. قبلها بيوم كان اكو ضربة لاخوتنا بالحشد بالقائم قبلها وجدتي وراها احداث ضربة المطار قبلها يعني قضية السفارة الأمريكية ودخولهم ورا يومين دخول بعض الفصائل حادثة المطار واستشهاد الشهيد أبو مهدي الله يرحمه وقاسم سليماني. وأيضا نزلنا من على منصة المطعم التركي تعزية بقادة النصر كما اسمتهم المرجعية. هذا نزل في ساحة التحرير. فكتبنا الرسالة الأخيرة. كان قبلها بيوم دي صوت مجلس النواب على إخراج القوات الأمريكية. اتفقنا مع كل الأطراف. أكو كانت جهة اسمها معتصمون ساحة التحرير يلقون بيان. اجوا اتفقوا وياي وقلنا هذا البيان عندكم إشكال عليه؟ قالوا ما عندنا أي إشكال. هذا اليوم يداع وهو صوت الاحتجاج بالعراق كله يعني. وخلص. وانتهى الموضوع. بهاي المطلبين طبعاً وبه شرح ديباجة مقدمة وختام وننهي القصة يعني وننطيهم مهلة. ونقعد بعد ننتظر هذه المطلبين وإلا راح يكون أكو ردة فعل كلش كبيرة. 11 إلا 5 ينزلون غير بيان. أوه. ويشتتون. لا أنتوا اتفقتوا كل الساحات. كل الساحة. على هذا البيان. كل الساحة. ساحة التحرير. كل الساحة. نفسهم معتصمو ساحة التحرير 11 إلا 5 غيروا البيان. وش كتبوا به؟ أنه جلسة النواب هذه غير شرعية ما معناته ومطالبهم تريد تغرق العراقيين يعني دا يدفعونا في منطقة احنا مو منطقتنا. أكو نواب طالبوا بإخراج القوات الأمريكية على أثر ضربة الشهيد أبو مهدي الله يرحمه. أنت تجي تصدر بيان تقول هاي الجلسة وإحنا نرفض هاي الجلسة وإحنا متفقين وياكم على إصدار الرسالة الأخيرة واللي هي مهمة واللي أنتوا جيتوا كلكم موقعتوا ويكون موعد انطلاقها الساعة 11 إلا 5 تنزلون بيان مغاير وتشتتون به. السبب شنو كان؟ السبب معروف. شنو؟ السبب معروف. هاي الختام حتى أختم. السبب معروف لا يروق لهم توحيد الصفوف والخطاب المعتدل وتحقيق المطالب. وذولا معتصموا شو يسموهم معتصموا شنو تحرير؟ بعد هذا البيان نزلت عليهم. طبعا انا كتبت كتابه قاسيه عليهم بعدين مسحتها خفت عليهم. وراها عادوا تصفير البيان وصفروه كان البيان رقم 3 فخرجوا المجموعه اللي كانت تكتب البيان ورجعوا كتبوا بيان 0 بلشوا في تلك الفتره بعد ما توبخوا على هذا البيان. حسيت مدفوع الثمن كان اكيد مدفوع الثمن بل اكثر من مدفوع الثمن.
ذاكرة الخوف وتشرين 19 أحداث أكتوبر اللي ما زالت في نفوس العراقيين جميعا، بغض النظر عن السلبيات والأخطاء اللي استعرضناها من خلال سياق الحلقة اللي تتحدث عن تفاصيل خطيرة حدثت في تشرين. رغم ذلك تشرين حققت انعطافة خطيرة وهزت وأربكة القوى السياسية التي تهيمن على السلطة والمال والنفوذ، واللي بنت إمبراطوريات على دماء العراقيين وقوت الشعب العراقي. تشرين ميحار انضرب لطالبة جامعية دكتوراه دراسات عليا في ساحة التحرير من قبل الشغب، ساهمت بثورة كبيرة جدا كانت كفيلة بتغيير قانون انتخابات وانتخابات مبكرة والإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي. تداعيات كبيرة واختراق كبير، لكن ما يسجل لتشرين قالت نريد وطن، وطن خالي من الفوضى، وطن خالي من الفساد، وطن خالي من العبودية والهيمنة والارتهان إلى أمريكا ودول الجوار. هذا الصوت ما زال في نفوس العراقيين. هسه القوى السياسية ما زالت تتغنى ترتبط بأجندات، تعمل مع مخابرات تقول لك تشرين راحت تغلفت السيست مدري شنو اللي ركبوها، صاروا بالحكومة، صاروا مدري وين بالبرلمان. هذا لا يعني. من في القرار الآن يدرك أن ذاكرة الخوف قد تعود بأي لحظة، وأنا شاهد حي وكل العراقيين في أشد موج تشرين والاعتصامات. كبار القوى السياسية سفرت أهلها، بل بدأت تتواصل عبر التطبيقات مع بغداد. ليش؟ لأن كانت الحديدة حارة. لم تتعلمون الدرس من تشرين، لن تتعلمون الدرس من حادثة المطار اللي راح بيها الشهيد أبو مهدي المهندس، اللي كان عنوان لانتصارات وإصلاح العراق مع أخوته في الحشد والقوات المسلحة العراقية. فإذا كان هناك تصحيح للمسار أن نراجع تشرين مراجعة حقيقية وتاريخية، ولا تروح زايد القوى السياسية مع صانع القرار إنهم موجودين وباقين. وتذكروا الحكومة السابقة والقبلها كيف كانت السيناريوهات وين راحت وكيف تم محاكمة أزلام النظام. فالذي يتوغل بقتل العراقيين ويتوغل بسفك الدماء ويهيمن على المال والسلطة لا يخلي رأسه هواي على المخدة ينام، قد تكون هاي النومة مو طويلة. راح ألتقيكم بجزء آخر عن تشرين في ذاكرة الخوف. سلام عليكم. We'll be right back.